بزاف ديال الناس كيتسائلوا كيفاش اي سيده مغربيه كيف ما كانت طالبه ولا ربات بيت ان يكون عندها مدخول شهري وتصبح مستقله ماديا من الانترنت. بزاف كيقول لك وهذا الشيء ما يمكنش. شنو تجاوب؟ لا انا بالعكس هذه الفكره خاصها يعرفوا بان تبدلات بسبب الكورونا، راه يعني الفيتشر ولا المستقبل ديال الاعمال راه ولا في الانترنت. يعني اي حاجه كل شيء في الانترنت، واي امراه كما قلتي ان يعني طالبه ربه بيت ولا خدامه كاينه في القريه ولا كاينه في المدينه، ممكن انها من الانترنت ديالها عندها تليفون وكونيكسيون تقدر تدخل فلوس. يعني هي وجهتها. عجبتني واحد المقوله اللي قلتي مغربيه ديك الساعات، ان يعني قليل يمدم ولا كثير مقطع. صح. يعني فاش غنبدا ان شاء الله اليوم غنقسموا على جوج. كاين النساء اللي مثلا اللي ما قاريش القرايه، ما كنهضرش هنا على اللي قارين يعني الكوليكروم ديال اللي كنقرا في المدرسه، لا كنهضر القرايه يعني عندها ثقافه في الكترونيه. يعني واش كتعرف تستخدم التليفون ديالها ولا لا؟ واخا اغلب النساء دابا يعني اللي عندها كونت فيسبوك ما تقولش لي ما معيش مع التكنولوجيا. كيف عندها حساب خديجه على السوشيال ميديا؟ راني شايفاكم اللي عندكم كونت فيسبوك ما تقولوش ما كتعرفوش. ما تقولش لي شي عذر. هاد السيده فاش كانت عندها العزيمه انها تحل كونت على الفيسبوك وانا تكون مع صحاباتها تدخل في الجروبات والتشات وداك الشيء كلشي، يعني تكون عندها العزيمه باش انها تدخل واحد الموقع وتبعها بقى تكليكي من هاد الصفحه لهاد الصفحه، تقدر انها تربح واحد 10 ولا 20 دولار في النهار. هادشي الا بغات في النهار، الا بغات تقدر تزيد راه تقدر تدخل اكثر. وكاينين مواقع باغ اكزومبل هاد العيالات اللي يعني كما قلنا ما معاهمش بزاف مع التكنولوجيا، يقدروا مثلا يتصنتوا غير الموسيقى وكيتخلصوا على واحد 10 دولار كل اغنيه تصنتوا لها. هادو باش نحطوا الناس المستمعين في الصوره، وحتى حنا لاله خديجه حنا كنهضروا على مواقع اللي هي امنه ومعقوله عالميه. هذه ما دخلش في اطار لا اشهار لا حاجه، لان مواقع مختلفه تبع جهات مختلفه وعالميه ومجانيه. ومجانيه كما قلتي، والمشكل في هذه المواقع يعني تلقاو الاسئله لهم احسن استغلال، وحنا كعرب او مغاربه ما قليل اللي كيعرفهم، واللي كيعرفهم كيخليهم كيحتفظوا بالمعلومه لنفسهم. هذه الانانيه، قمه في الانانيه. سيده خديجه، بالنسبه لهذا المواقع اللي قلتي، يعني هذه ولا اسهل منها تدخلي؟ وانا اسال معك بما انها مواقع يعني محترمه وغير اشهاريه وما الى ذلك، ما ربحها؟ يعني ماذا تستفيد هي من إعطائك أنت كمستمعة لي مثلا؟ نأخذ هذه الموقع ديال استمع الأغنية عندنا، غادي نعطيك 10 دولار للاستماع. اوكي، هذا سؤال رائع صراحه. اوكي، يعني هذه المواقع اش كتستافد؟ فاش كتحط هذه الاغاني، الاغاني كيكونوا ديال المغنيين يعني جداد يلا طلعوا في الميدان، وكينتجوا الاغاني ديالهم راسهم، يعني كيحطوهم في هذه المواقع باش انا كيشوفوا واش كاين عندهم شي اودينس اللي غتعجبهم هاد النوع الاغنيه ولا لا. يعني بحال هما كيكتشفوا واش كاين صدى، واش غيكون صدى ناجح للاغنيه ديالهم ولا لا. يعني داخله في اطار الترويج والتسويق ديالهم المنتجات ديالهم بصفه عامه، سواء كانت اغنيه ولا اي حاجه اخرى او فيديو اشهاري للشركه كتبغي تصيب شي فيديو تاع شي منتج ولا شي حاجه، كتستيه في هذه المواقع واش غينجح الاشهار ديالها الا حطاته في التلفازه ولا في الراديو ولا لا. بحال تيستر، المواقع بحال تيستر. هذا هو الاستفاده ديالهم، حيت ما كاينش اللي غيخلصك فابور على شي حاجه.